البلد غرقانه في ديون وقروض والناس مش عارفه الديون الخارجيه بتاعتنا. محمد معيد بيكذب بيقول 83 والبنك المركزي بيقول 157 مليار دولار، وعبد الفتاح السيسي بيبني قصور وبيشتري طياره رئاسيه جديده وبيبعتها ايرلندا عشان تاخد وش دهان، ومحدش عارف التكاليف. لكن في خبر الحقيقه مزعج جدا ومؤلم جدا، هو اغلاق مستشفى 57357 لعلاج سرطان الاطفال في طنطا. ليه بقى يا جماعه؟ اصل مش لاقيين تبرعات. انت بتتكلم بجد؟ اه والله زي ما بقولك كده. القصة ان المحافظ نفى قبل شهر انها تتقفل وقال لا مستحيل، لكن الحقيقة ان الاهالي بيعيشوا حالة من الحزن الشديد جدا لاغلاق هذه المستشفى. نشوف الصورة كده لمجموعة من الاهالي، صور الحقيقة لاستغاثات ومشاكل ولا لتشريد 420 اسرة انقذوا اولاد 57357. الحقيقة صور يعني في منتهى البؤس والألم اللي في الدنيا. وخلينا نشوف كده الأهالي قالوا إيه عن إغلاق هذه المستشفى. لو الساعة 12 بجيب عربية واجي على طول، مطمنة وطنطا جنبنا ماشي، عشان ان كل ابني تعبان هستنى الصبح عشان اقوم اروح. ما تعرفش كل ابني حصل له ايه دلوقتي، هما هنا بيحكوني هناك هنعمل ايه؟ ابني تعبان مثلا مني في نص الليل، اروح هناك القاهرة ازاي؟ خليني ان انا قاعدة لوحدي وقاعدة ببنتي، اخد بنتي وابني واقوم في نص الليل اجي اروح القاهرة؟ طب ازاي دي؟ ما قدرت ظروف الناس خالص، ما قدرتش ان انا لو جيت خدت جرعة هناك والجرعة اتأخرت ممكن حاجة تانية تحصل. طب ليه انا عايزة اتقدم خطوة لقدام ولا ارجع خطوة لورا؟ انا نفسي اخلص من الدوامه اللي انا فيها دي، بس قرب لنا المكان، مش كل ما نقدم خطوه تبعدها انت علينا. طب ليه احنا في ظروف مفيش حد فيها؟ والله احنا قلبنا بيتحرق كل يوم وحاملين الهم اللي احنا هنروح في القاهره وهنتبهدل اكتر من البهدله اللي احنا شايفينها. طب هنعمل احنا؟ معقوله مستعجلين عليك؟ معقوله ازاي يا جماعه؟ ازاي هو مرض سهل؟ دي مستشفى سرطان تتقفل والعيال دول هيروحوا فين؟ مش هياخدوا علاج، والله ما هياخدوا علاج، وهيموت هيموت وهو هيبقى السبب. ده فيديو يخلي حكومة تستقيل ونظام يرحل لو احنا في بلد محترمة ونظام آدمي بيحترم المواطنين. طيب تعال نشوف كده مدير المستشفى بعد ما شاف المشاهد دي رد وقال ايه، نتابع. هنا الظروف الاقتصادية زادت وزادت وزادت، فقلنا ان احنا الحاجة دلوقتي ان احنا نفريز طنطا او نجمد طنطا سنة او سنتين لحد ما ربنا يعدلها، وبرضك احنا ما كدبناش كده، وقلنا ان كل عيانين طنطا هيتعالجوا عندنا في القاهرة. طيب هم اوريدي بيتعالجوا في القاهرة، حالاتهم كلها في القاهرة، فاحنا عندنا عجز والعملية صعبة شوية ومحتاجين سنتين ومحتاجين حوالي 103 مليون عشان نكمل تمويل المستشفى اللي هي أصلا قائمة على التبرعات، وهنعرف كمان شوية الأرقام. طب الدولة فين يا جماعة؟ طب القروض اللي بمليارات فين؟ طب المساعدات اللي بتاخدوها فين؟ يعني انت بتتكلم تقريبا على رقم ما يجيش 5% من تكلفة النظام المضاد للصواريخ اللي عبد الفتاح السيسي مركبه في طيارته الرئاسية. انت بتقول ايه؟ اه والله زي ما بقولك كده، السيسي مركب نظام مضاد للصواريخ في طيارته الجديدة ب 104 مليون دولار، المستشفى بتاعت سرطان الاطفال محتاجة 103 مليون جنيه. يعني انت بتتكلم في 5% بالظبط. طب يعني المبلغ ده 103 مليون كم بكم شاليه كده من بتوع اعضاء مجلس الوزراء في العالمين؟ طب بكم سجن يا جماعه؟ يا جماعه بنتكلم على مستشفى سرطان اطفال، بنتكلم على 103 مليون، بنتكلم على اصلا مستشفى قايمه على التبرعات. طب انتوا فين؟ طب الدوله فين؟ يا بيه بدل وش البويه، بدل ما تاخد وشين طيارتك خليها وش واحد وادي الوش الثاني للناس، خلي الولاد يتعالجوا من السرطان في طنطا، مش كده ولا ايه؟ تعالوا نشوف كده التغريدات على الخبر ده. الحقيقه في تغريدتين للاستاذ جمال سلطان وتغريده اخرى لعبد الرحمن. عبد الرحمن بيقول مصر بقى لها 23 سنه بتبني في مستشفى سرطان الاطفال 57357 بتوسعات بلغت تكلفتها 2 مليار جنيه من اموال تبرعات المصريين على مدار 23 سنه. بقالنا 23 سنة بنتفرج في التلفزيون على إعلانات 57357 والناس بتقول اتبرعوا، تمام، لمينا 2 مليار جنيه. مصر خلال 11 شهر فقط، أقل من سنة واحدة، قامت ببناء أكبر مجمع سجون بتكلفة 4.5 مليار جنيه على نفقة الدولة الفقيرة. طب 4.5 مليار جنيه، إحنا محتاجين 103 مليون يا جماعة. ابنوا سجون، بس خلوا العيال تتعالج، خلوا الناس اللي عندها سرطان تتعالج، مش كده ولا إيه؟ تعالوا نشوف كده الأستاذ جمال سلطان
كتب ايه، نقل خبر عن التلفزيون الالماني وقال التلفزيون الالماني السلطات المصرية انفقت خلال السنوات القليلة الماضية اكثر من 28 مليار جنيه لبناء 38 سجن جديد بتكلفة 750 مليون جنيه للسجن الواحد، وقد تحولت هذه السجون الى عبء سياسي واقتصادي على الدولة مع اتساع حجم الانتهاكات التي تجري ضد المعتقلين. طب ال 28 مليار هاتوا منهم 100 مليون، العيال هتموت، العيال مش قادرة، الاهالي بتعيط، ولكن لا حياة لمن تنادي. ده مشهد أو صورة مبسطة للدولة ونظام عبد الفتاح السيسي المجرم اللي بيتعامل بلا إنسانية ولا أدمية مع الشعب المصري المقهور.